a eu l'honneur d'assister à cette annonce. Du petit détail, un investissement de grande envergure. Le détail, suite la domicile. D'abord, اليوم كان الاجتماع الأول للقطاعات الوزارية المعنية بترشيح المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال في ملف مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030. وكيف كيعرف الجميع فمنذ إعلان جلالة الملك نصره الله في كيغالي يوم 16 مارس عن هذا الترشيح المشترك الذي يحمل أكثر من دلالة وأكثر من معاني حضارية وثقافية في حوض البحر الأبيض المتوسط، فيتم الاشتغال ووضع التصور اللائق لإحراز هذا الشرف، شرف تنظيم كأس العالم إن شاء الله سنة 2030. اليوم مع القطاعات الوزارية تم تدارس مختلف الجوانب المرتبطة بتقديم ملف قوي، ستتواصل الاشتغالات إن شاء الله وستكون بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتقديم ملف إن شاء الله يحصل من خلاله المغرب على شرف تنظيم الكأس العالم 2030 لتحقيق مشروع يحمل معانيه ودائما كان رائده جلالة الملك نصره الله، وكان حلم الشعب المغربي كاملا لاحتضان هذا العرس الكروي الكبير. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.